أصبحت إذن أنا لنتدرب اليوم؟ مايا إنه تاليسمان. ديانا لا أعلم، إنه لا يجيب ولا يجيب عن الهاتف. هل تشاجرت معه؟ حسنا قليلا، بدلته هنا لكن هو ليس هنا. تبا، أبي ستدخل وستفتح فمها هكذا، لكن سأخبرها أننا لن نبدأ التدريب من دون تاليسمان، يجب أن نكون جميعا. أجل، أمل أن لا تأتي لهنا. مايا البسيني هذه. ولما أنت وتاليسمان تشاجرتم؟ حسنا كيف سأقول هذا، كنت أشعر بالغيرة قليلا من الفتاة التي تضع له اللايك دائما. مايا لا يجب أن تغار على صديقك من اللايكات، لأن هذا يمكن له أن يفسد علاقتك. اليوم ما أعجب به وغدا ستنسى أمره. حسنا دانا لم تعطي نصيحة سيئة. مرحبا بالي، لماذا تجلسون لما لم تبدأوا التدريب؟ فتيات لا أفهم، لما لم تغيروا بعد؟ لدينا تدريب. مايا ماذا سنقول؟ أنا تاليسمان لا يوجد. مدرب أبي لا يوجد تاليسمان، لم يأتي. لن نبدأ التدريب من دونه. أجل نحن ننتظره لكنه لم يأتي. يمكننا أن نبدأ التدريب من دون تاليسمان، ربما سيأتي قريبا. دانا اصمتي. فتيات لا أفهم، مايا على الأقل اتصلي بصديقك واكتشفي أين هو. لقد تشاجروا. وماذا؟ أستطيع الاتصال بصديقي لكنه لا يجيبني. هذه هي علاقاتكم، أخبرتكم أن العلاقة تعيق التشجيع خصوصا عندما يحدث هذا في الفريق. حسنا أبي لقد فهمنا، أعطنا دقيقة لنغير ملابسنا وسنتدرب من دون تاليسمان. فتيات لا، لن نتدرب من دون تاليسمان، فليرتدي واحد منكم البدلة. ماذا؟ حسنا الفتيات، فليرتدي أحد البدلة. ديانا لا، مدرب أبي الفتيات لا يريدون ارتداء بدلة تاليسمان. حسنا ارتدي أنت بدلة تاليسمان، أنت القائدة. يا إلهي لا حذر. مرحبا شباب، هل تعرفتم على تاليسمان؟ أنا ارتدي بدلة جديدة وسترونني هكذا كل يوم. يا إلهي بيتزا، اليوم لن أشرب عصير الجزر، اليوم سأشرب ميلك شيك الموز. ها هو الخائن تاليسمان، لما خذلت الفتيات؟ اسمع أيها المنفوش، هل أنت وقح؟ أتعلم أن المدربة أبي غضبت من الفتيات؟ دانا العصير، وأنا تعبت من كوني تاليسمان، من اليوم أنا لست تاليسمان، أريد بيتزا وميلك شيك. تاليسمان تتصرف بشكل سيء اليوم، لقد خذلت الفتيات. تيمور ما هذا؟ صحيح المنفوش أصبح وقح. ديانا العصير. هيا هيا ادخل. ديانا أحضرنا تاليسمان، هيا ارتدي البدلة. شكرا تاليسمان. لن ارتدي شيئا. تاليسمان ما هذه الملابس؟ حسنا اخبرنا تاليسمان ماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ لقد تشاجرت مع مايا، لا اريد ان اكون في فريق مع فتاة تغار علي لاسباب تافهة. مايا ماذا؟ مايا تغار. المدربة اني جعلت ديانا ترتدي مثلتك، اتتخيل؟ تاليسمان لقد خذلتنا، لقد خذلتنا حقا قبل المسابقة. لقد جاء تاليسمان للمقهى وقال لن أشرب عصير الجزر، سأشرب من شيك الموز. تاليسمان لم أتوقع يوما أنك ستفعل هذا، على الأقل اكتب رسالة أو اتصل بي بما أنني قائدة الفريق.